الذي اصطف الإعلام النوفمبري للتقليل من شأنه. لا سلاح له، غير حنجرة ولا سلاح له ولا عتاد، غير بعض اللافتات. أكثر من هذا سلمية المعذرة سيد الوالي، أكثر من هكذا سلمية المعذرة سيد المحافظ. هذا الموقف من قانون تبييض الفساد والفاسدين، قانون الانقلاب الدستوري بامتياز. أول ما هبطنا بعد التحضيرات وشبهنا كالعادة الأمن بالضرب، تلمينا حبينا نسد ونقعد معناها في الساحة، وبكل بساله معناها الناس كلها نجمت ترابط معناها في وسط الساحة، ورفعنا الشعارات وإن شاء الله معناها بالاجتماعات العامة نشوف في الماس متاع المواطنين العاديين قاعدة تكبر. الأمن ظاهر أنه تعليمات شيء على خطر نشوف في الكرايدية متاع الأمن ثلاثة نجوم وشعار هما اللي يدزوا فينا. حضور أمني مكثف معناها قد الظاهرين قد هؤلاء الأمن، ومن المفروض أن بعد دقائق أنا قال لي مدير الإقليم فما معلومة اللي باش نضربوا تو، ولا كان ما يتفرقش الجمهور في الخمسة دقائق الجايين. ماذاش مستعدين باش نبوسوا العباد اللي مستطلنا تنورنا، العباد اللي تشوفوا فيها أغلبيتها شباب، والشباب هذا الكل عنده شاهد، والشباب هذا يعاني في البطالة. نأكد ونعاود أنه لا سبيل للتراجع عن الشارع إلا بسحب مشروع قانون المصالح. راهو المشروع هذايا هو في ظاهره مصالحة، في ظاهره تنمية وتكديس أموال للخزينة العمومية، وفي حقيقته هو تبييض لمنظومة الفساد والفاسدين. هذايا حقك باش تمشي وتقوم باش تظهر. لا قانون المصالحة، أنت كيشيك مش يقص لك الثوب في دارك يسامحكش.